It's in the north quadrant, you know, the أولا أتشرف أني موجود في الإمارات الشقيقة الحمد لله رب العالمين. إبداع لا في تجهيزات كرأس سنة لا في حدث مثل إكسبو، صراحة شيء مميز والله، وأنا فخور كخليجي باللي قاعد أشوفه. قاعد أشوف ما شاء الله تجهيزات الرأس السنة غير مسبوقة، وشيء يشرف والله، ونتمنى المزيد من التطور في الأمور هذه، ونتمنى كل التوفيق له دولة الإمارات، وكل الشكر للقائمين على الإبداع هذا. إن شاء الله سنة 2022 في استعدادات جميلة وممتعة كثير عن السنوات اللي طافت، وفيها احترازية، وفي ظل هالجائحة الكورونا بتكون أفضل وأفضل إن شاء الله، وإن شاء الله تستمتعون ويانا في إمارة دبي، وبتشوفوا الكثير اللي يمتعكم إن شاء الله.